السيادة بعد تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان من قبل المجلس العسكري اعتبر حزب المؤتمر السوداني ان اي حكومه صادره عمن اسماهم بقاده الانقلاب في البلاد حكومه غير شرعيه داعيا جميع القوى الى مقاومتها حزب المؤتمر وفي بيان جدد الادانه والرفض للانقلاب لا سيما تشكيل مجلس سيادي جديد معتبرا بانه لا يستند الى قانون او اي شرعيه دستوريه، داعيا الى مقاومته والعمل على اسقاطه، لانه يهدد استقرار البلاد بحسب وصفه. وحول المفاوضات الجاريه لتشكيل حكومه جديده من قبل المجلس العسكري، قال حزب المؤتمر ان اي حكومه تتمخض عن الانقلاب غير شرعيه، وان الحزب سيعمل على اسقاطها بكل الوسائل السلميه المتاحه والمجربه. حزب المؤتمر ختم بيانه بالدعوه الى الالتزام بالوضع الدستوري واطلاق سراح كافه المعتقلين والغاء حاله الطوارئ ورفض كل ما صدر عمن اسمهم بقاده الانقلاب من قرارات او اجراءات وفي سياق ردود الافعال الدوليه اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحده في السودان فولكر بيرتس في بيان عن قلق المنظمة الدولية بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد مؤكدا أن ذلك سيزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري في غضون ذلك طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عبر تويتر بضرورة الإفراج الفوري عن كل المعتقلين معبرا عن قلقه من تطورات الأوضاع هناك كما دعا الاتحاد الاوروبي امس الخميس السلطات السودانيه الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين في الاحداث الاخيره منذ الخامس والعشرين من اكتوبر تشرين الاول الماضي